السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنكمل النهاردة إن شاء الله في أمر جديد من قائمة إدرو، ألا وهو أمر كوين. أنا ممكن أجيب الأمر من المنيو بار إدرو، هخش على كوين، هلاقي أربع خيارات معايا، سنجل بوينت عشان يرسم نقطة واحدة، مالتيبل بوينت عشان يرسم أكتر من نقطة، ديفايد وميجر هنتكلم عنهم إن شاء الله قدام، بس فكرة بسيطة عنهم إن لو معايا خط مثلا طوله 100 وعايز أقسم الخط ده 11 قطعة هستخدم أمر ديفايد، لا لو الطول معايا 100 وعايز أبدأ أقسم إلى قطع كل قطعة مثلا 5 أو 6 على حسب الوحدات بتاعتي هستخدم أمر ميجر. يبقى ديفايد هدخل عدد القطع، ميجر هدخل طول القطعة بتاعتي. لو جيت هنا على التول بار وجيت شفت البوينت هلاقيه بيقول لي انه دي مالتيبل بوينت، وزي ما قلنا ان شاء الله هنبدا نتعلم ازاي اعمل التول بار الخاص بي، او ازاي ابدا اشيل اوامر من التول بار الموجود او اضيف اوامر بس قدام ان شاء الله. ممكن الاختصار بتاع البوينت بي او، يعني بوينت اقول له انتر على طول، بي او انتر بيقول لي حدد لي النقطة بتاعتك، ادي النقطة بتاعتي وبيطلع من الامر. طب لو عايز ارسم اكتر من نقطة هاجي على ادرو واقول له بوينت، اقول له مالتيبل، ابدا ارسم النقطة بتاعتي وهو الامر موجود معايا مستمر. بعد ما اخلص الامر بتاعي اقول له انتر يعني اطلع لي من الامر، او من زر اسكيب او من زر اسكيب او من زر اسكيب. تمام. طبعا ابدا دلوقتي اتعلم ازاي ارسم نقطه باحداثيات معلومه. انا هقول له بي او انتر يعني ابدا ارسم لي النقطه، بيقول لي انت عايز الاحداثيات بتاعتك فين، انا اقول له 3 و3 واقول له انتر. لو جيت هنا لاحظت البوينت بتاعتي اهو رسم لي نقطه بس هي مش ظاهره، يبقى انا اخش على طول على البوينت فورمات، اخش على فورمات البوينت ستايل هيظهر تظهر معايا الشاشه دي. الشاشه دي انا ممكن ابدا اختار شكل النقطة بتاعتي اي شكل من الاشكال دي، وهقول له انا هختار مثلا الشكل ده. بعد كده بيقول لي البوينت سايز هل انت عايزه كام، انا مثلا 5%. طب انت عايز السايز ريلاتيف تو سكرين ولا سيت السايز ان ابسوليوت يونتس، يعني انت عايز ال 5% دي لما تعمل زوم ان وزوم اوت تبدا تتناسق مع الشاشة بتاعتك، ولا عايز الحجم بتاعها ثابت مهما كان الزوم اللي انت فيه. لو قلت مثلا والله خليها لي على الريلاتيف واقول له هنا اوكي، هلاحظ انه شكل النقطة بتاعتي اتغير. لو جيت ابدا اعمل زوم على النقطه هلاقي النقطه بتاعتي كبرت، بس لو عملت ريجنريت او ريجن هلاقي انه حجم النقطه بتاعتي اختلف. تمام. طب ابدا اخش تاني على الفورمات، هبدا ارسم اكتر من نقطه كده. لو بدات اعمل زوم ان او زوم اوت هلاقي النقطه بتاعتي صغرت، لو قلت ريجن هلاقي النقطه بتاعتي بدات تاخد، تبقى ريلاتيف للشاشه اللي هي فيها اهو. زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. طب لو دخلت على الفورمات البوينت ستايل تاني وقلت له لا انت اعمل لي الحجم بتاع النقاط في الابسوليوت يونتس وقلت له اوكي، الاحظ ان حجم النقاط بتاعي بيجي بالمنظر ده، مهما تعمل ريجن النقاط بتاعتك الحجم بتاعها مش بيتغير. قبل لو قلت بي او تاني ورسمت النقطة بتاعتي اهي، الحجم ده ثابت انتر اهو، مهما اعمل زوم ان او زوم اوت، مهما اعمل ريجن هو حجم النقطة بتاعي ثابت. يفضل تخليها في الريلاتيف عشان ما تضايقش معاك. انا هرجع على فورمات بوينت ستايل واقول له والله خلي لي الحجم بتاعي في الريلاتيف واقول له اوكي. ممكن اجيب القائمة اللي ظهرت معايا دي برضه نقول له بي او دي او بي دي او البي دي مود. البي دي مود اهو بيقول لي انت عايز البي دي مود شكل كام، انا اقول مثلا 32، اقول له بي او انتر، الاحظ ان شكل النقطة بتاعتي اتغير. يبقى اذا البي مود ده هو اللي بيتغير بيتحكم في شكل النقطة بتاعتي. لو دخلت على فورمات بوينت ستايل تاني دي النقاط بتاعتي اللي ظاهرة قدامي، ممكن ابدا اتعامل مع البوينت من القائمة دي او البي دي سايز
3D سايز، هيقول لي انت عايز الحجم بتاعك كام، اقول له مثلا 10، واقول له انتر. لو جيت ارسم نقطة تاني الاحظ ان الحجم بتاعي اتغير. طب لو جيت هنا وعملت ريجن، انا طبعا ظبطها في الابسوليوت ريجن، مش هيتأثر معايا النقطة خالص. ارجع على الفورمات بوينت ستايل واقول له لا انا عايز في الريلاتيف، واقول له اوكي ريجن. هلاقي انه شكل او حجم النقطة بتاعتي بيبقى متناسب مع الزوم اللي انا موجود فيه. خلاص انا هبدا امسح ده واخش على فورمات البوينت ستايل، اقول والله انا عايز شكل النقطه بتاعتك دي وخليها لي ريلاتيف وخلي لي الحجم بتاعها 5، واقول له اوكي. وهبدا ارسم نقطه، انا اقول له بي او انتر، بيقول لي سبيسيفاي البوينت، انت عايز ترسم النقطه بتاعتك فين. انا هقول له والله انا عايز الاحداث بتاعها 5 و5، واقول له انتر. رسم لي نقطه الاحداث بتاعها في اتجاه اكس 5 والاحداث واي، والاحداث واي بتاعها 5. لو جيت هنا على دي اي ام اي دايمنشن، دي اي ام او دايمنشن اورينت، يعني انا عايز اعمل احداثي، واقول له انتر. لو جيت هنا على النقطه في اتجاه اكس 5 وفي اتجاه واي 5، طب هرسم بي او تاني واقول له مثلا عايز 6 و2، واقول له انتر. وبعد كده اخش على بالاسهم، السهم لفوق بيبدا يرجعني الاوامر اللي انا شغال فيها. يعني لو انا كنت هنا لسه جايب الامر بتاع الاحداث، ممكن اطلع بالسهم فوق اهو بيجيبه لي تاني، هقول له انتر يدخل معايا على الامر على طول. ده 6، ولو شفت الاحداث 6 في اتجاه واي هلاقيه 2. طب هقول له بي او انتر، وهقول له شيفت اد، انا عايز عندي 2 و2، ودوس انتر. ولاحظ ان هو بدا يعتبر انه اخر نقطه انت رسمتها هي اللي هيبدا يحسب من عنديها. يعني لو جينا هنا عملت ريجن، الاحظ ان حجم النقط متناسب. انا معايا الاحداث بتاع النقطه دي 6 و2. لو جيت هنا عشان اعرف الاحداث بتاع النقطه دي، هطلع بالسهم كده لفوق واقول له انتر. الاقي انه لو جيت جربت هنا وسبت، بيقول لي ان الاحداث بتاعك في اتجاه اكس 8 وفي اتجاه واي 4، في اتجاه اكس 8 وفي اتجاه واي 8. طب انا هبدا امسح ده كله، هقول له بي او. خلاص ده لو عايز ارسم نقطه منفرده. لو عايز ارسم اكتر من نقطه، اخش على قائمه درو بوينت، بعد كده ملتيبل بوينت، بيقول لي والله حدد السبيسيفاي بوينت. اقول له انا عايز ارسم نقطه عند الصفر والصفر، عايز ارسم نقطه عند الثلاثه والثلاثه، عايز ارسم نقطه عند 5 و6، عايز ابدا ارسم نقطه عند 10 و2، واقول له انتر. بعد كده انا عايز ابدا اخر نقطه رسمتها كانت 10 و2. لو عايز ابدا ارسم نقطه مناسبه للنقطه دي، هقول له مناسبه لاخر نقطه زي ما احنا عارفين، اقول له شيفت اد، هقول له والله 6 و6، واقول له انتر. ولو لاحظت اول ما اقول له شيفت اد، اقول له شيفت اد تاني، اقول مثلا 2 و2، واقول له انتر. طيب شيفت اد تاني، انا عايز عند 1 و1، واقول له انتر. طبعا انت لو لاحظت كده ان حجم النقاط كلها مش متساوي، لا اعمل ريجن، هتلاقي حجم النقاط كلها بدا يبقى متناسب مع الريلاتيف زوم اللي انت فيه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.